الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة فيها كل نعيم تتخيله فوق ما تتخيله. فالجنة فوق كل خيال وكل ما طرأ ببالك، فالجنة فوق كل ذلك. الله يرضى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه وأرضاه، وهو بيشوقنا إلى الجنة فيقول: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقع بين يديك مشوية. أهل الجنة لا يموتون ولا يمرضون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يذهب نعيمهم، هم في نعيم وفي جوار رب رحيم ورسول كريم. ولله در القعقاع الأوسي حينما قالوا له: شوقنا إلى الجنة، قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنه من جملة نعيم أهل الجنة أن الله ينادي: يا أهل الجنة، هل اشتقتم إلى الطرب؟ يقولون: نعم يا رب. فيقول: قم يا داود فأسمعهم من مزاميرك. فيسمعنا داود عليه السلام فيقول ربنا: هل لكم في أفضل؟ وما هو الأفضل؟ فيقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قم يا محمد فاقرأ سورة طه. فيقرأ الحبيب بصوته العذب وبقرآنه الجميل، فيقول الرحمن: هل لكم في أفضل؟ فيقولون: يا رب، وهل أفضل من الحبيب؟ فيقول: الآن أتفضل عليكم. فيقرأ الرحمن بصوته سورة الرحمن. الله أكبر، إنه نعيم أهل الجنة. الجنة كل القلوب فيها بيضاء، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية. اسمع إلى ربك وهو يتحدث عن أهل الجنة في القرآن فيقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الجنة لا هم فيها ولا حزن ولا يأس ولا خوف ولا قلق. لماذا؟ اسمع إلى ربك وهو يتحدث عن أهل الجنة فيقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سئل الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه وأرضاه: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام أحمد رضوان الله عليه وأرضاه: عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. الله أكبر، يجد الراحة لأنه صار في مأمن، لأنه لا يخاف الموت، إذ قال الله سبحانه وتعالى عنها: وهم فيها خالدون. في الجنة ينسى المريض مرضه، والمصاب مصابه، والفقير فقره، ليس فيها هم مال يجمع، ولا منصب يزول، ولا هم يطول، ولا بيت يبنى، ولا ولد يخشى، ليس فيها قربات بل فرحة ومسرات. في الجنة ينسى الدميم دمامته، والمعوق إعاقته، والمشوه قباحته، وصارت وجوههم أنوارا تتلألأ، وأول زمرة من أهل الجنة يدخلون على صورة القمر ليلة التمام، والذين يلونهم يدخلون على صورة أشد كوكب دري مضيء في السماء. ثياب أهل الجنة من سندس وإستبرق، وخدام أهل الجنة من ملائكة الرحمن. فوا حسرتاه، كيف نام طالبها وكيف لم يسمع خاطبها بمهرها. أما إن شئت أن تعرف المهر فمهرها صيام وقيام وذكر وصلاة بالليل وإفشاء للسلام. أما إن شئت أن تعرف من جارك في الجنة، الجار هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة يعيشون في صمت عظيم وفي سكون شديد، يشك ذلك الصمت صوت رب العالمين وهو يقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فبالله عليك، أنستحق تلك الكلمات؟ إن كنت مشتاقا إلى الجنة فأكثر من الاستغفار ومن ذكر الرحمن ومن كل عمل يقربك منها،
وأكثر من الصلاة على النبي العدناني. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.